برشلونة ليس كاملا، وبالتالي هذا الحساب يكون أجمل لو كان هناك إنيستا وكان هناك ميسي، ولكن هذا تشافي وهذا الهدف الأول. لاحظ دادي ألفيش بدأ الهجم، أعطاها لتشافي، تشافي تمهل انتظر وقدم الكرة مضمونة. يمر لاحظ هنا بدأت الهجمة من الجناح الأيمن بين قوسين داني ألفيش، ولاعب الوسط المعلم تشافي هرنانديز يعطي الكرة لفابريغاس، يعطيه هدفا، يعطيه هدية، يسيطر، يضغط ويسجل، وبالتالي يبدو مرتاحا ويبدو في مأمن من المخاطر ومن المفاجآت، ويبدو قويا بما يكفي لكي يسجل الهدف الثاني بروعة. نعم، الهدف الثاني لبرشلونة من سيسك فابريغاس الرائع، لاعب رائع آخر ينضم هذا الموسم إلى كوكب النجوم. وأنا أعتقد بأن سيسك فابريغاس هذا في السنوات القليلة القادمة في ظرف سنتين أو ثلاثة إن لم يكن الآن سيكون من أفضل 5 لاعبين في العالم. لاعب رائع، لاعب يعرف كيف يصل للشباك، كيف يسجل، كيف إضافة لذلك كيف يمرر ويصنع الكرة. إذا في ظرف 4 دقائق سيسك فابريغاس يفعل كل شيء، يسجل هدفين ويتلقى بطاقة صفراء أيضا. لاحظوا كيف بدأت الهجمة هنا من جانب كارلس بويول، ثم تشافي، دائما تشافي، ثم سيسك فابريغاس يرفعها عالية من فوق الحارس، تشيب لوب في المقص الأيمن في الشباك، هدف ثاني للبرسا في الدقيقة 18. ودائما الإمضاء لفابريغاس، إذا من يحتاج ميسي؟ إذا كان فابريغاس موجود وإذا كان تشافي موجود فالأخير يمرر والأول يسجل، وغوارديولا يوجه، وبرشلونة يمتع وين يضيق الخناق على أسسونا، لكن الهدف الثاني ما زال يرفض المجيء هنا داخل منطقة الجزاء. وهنا تشافي يعيد الكرة للوراء، ترجع إلى بيكيه، رأسية ممتازة أرجنتين، ويأتي بالهدف الثالث بالرأس. هذه حال نادي اللاعب والإيجاء اندفع من الخلف، اندفع من الخلف، جاء من بعيد ولعب الكرة برأسه وقفز إليها ووضعها برأسه يعني من الحارس. From Xavi, he only has one thing on his mind, is to get it onto his left foot, opens up his body, you can see there, Sergio isn't close enough, but you've got to take into account Xavi as well, Kevin.